ابتسامة منهم هي الحياة. جمعية الأحلام تنظم مهرجان لصالح مرضى السرطان. في هذا التقرير راح نشاهد فرحة الأطفال. فجمعية الأحلام هي جمعية تسعى أن تجيب الأحلام اليهال اللي فيهم أمراض مزمنة أو لا شفاء لها في حياتهم. ليش؟ عشان هو مهم نفسيتهم، لأن ساعات الطفل وهو مريض ننسى أنه هو طفل، فإحنا نبي نجيب الفرح، نبي نجيب السعادة، نبي نجيب الأمل في حياتهم، ونبي نجيب حتى الحياة الطبيعية في حياتهم. فإحنا كل سنة نسوي حفلة عودة، إحنا كل شهر نسوي حفلات صغيرة، بس كل سنة نسوي حفلة عودة لما نجمعهم كلهم وأهاليهم وأخوانهم ويعني وربعهم كلهم يجون، عشان يقدرون أنه مو بس يعيشون بروحهم، بس حتى يتعرفون على أهل ثانيين، يتعرفون على من في غيرهم في نفس الوضع اللي هم فيه، وحتى كأهالي يقدر يساندون بعض. جمعية الأحلام مسؤولة عن هدفها الرئيسي هي تحقيق أحلام أطفال المرضى المصابين بالسرطان، وبعضهم مثلا عندهم أمراض مزمنة مستعصية مثل مرض العضال. فإحنا هدفنا نهتم بنفسيتهم، نشوف شنو يحتاجون، شنو يبون، شنو حلمهم. وجمعية الأحلام لحد الآن حققت أكثر من 250 حلم. في ياهال مثلا وخاطرهم يروحون يسافرون، نحقق حلمهم، نسافرهم هم ويا خمسة من أفراد أسرتهم. في أطفال مثلا خاطرهم نغير غرفتهم كامل، نسوي لهم جيمينج ميك أوفر، روم ميك أوفر، فكذي يعني. واليوم سوينا لهم مهرجان عشان يستانسون ونجمعهم مع بعض. السلام عليكم، أنا مرام السيد جليل. أنا اليوم متواجدة مع جمعية الأحلام، وأنا كان عندي حلم أني أروح المغرب، هم حققوا لي هالحلم وأنا وايد مستانسة، مشكورين على الدعوة. اليوم لعبنا واستانسنا في المستانسة مني، واللي دريم سووا لي عقب العملية سووا لي دريم جيمينج روم ميك أوفر. الحمد لله، I really love the room. Thank you very much for what you did for me and I appreciate it so much. ما شاء الله لعب حلوين واجد، وأنا أكثر شيء اللي عجبني البولينج. السلام عليكم، اليوم رحت هذا المكان وايد ينن، وانصحكم أنكم تيونه. وايد استانسنا ولعبنا يا أولاد عماتي، في أو ممتعة، وانصحكم أنكم تيونه. شكرا جزيلا على هذا المكان، وايد ينن ويسلينا. أشكر جمعية الأحلام على دعوتنا لهذا المكان الجميل. أنا بالنسبة لي جمعية الأحلام أفضل جمعية متطوعة لمرضى السرطان، لأنهم سووا الكثير علشان يسعدونا، مثل أني حققوا حلمي وودوني ديزني لاند. كنت أتمنى أشوف بطلين مسلسل طفاش، اللي هم طفاش وجسوم علي الغرير وخليل الرميثي، والحمد لله حققوا رغبتي وجابوا لي، وجابوا بعد الممثل أحمد شريف، واستمتعنا جدا بهذا اليوم. Today I came to Matrix because of the Dream Society and they let me to come here and I had a lot of fun. I played go-karting and soccer and thank you to Dream Society for this.